السلام عليكم يا عائلة الهوكاغي، أتمنى أنكم بألف صحة وتمام. حروب النينجا العظمى دائما بتدم أقوى الشينوبي فيها، وزي ما بنعرف في شخصيات قوية كتير في أنمي ناروتو، عشان كده جبت لكم فكرة المقطع الجديدة دي، وهي أقوى شخصية من كل حرب نينجا. وتحية للمتابعين اللي بيحبوا السلسلة دي وبيتابعوها على مقاطع الشورتس اللي بنزلها، زي أقوى شخصية من كل قرية وأقوى كاغي من كل قرية. تابعوا المقطع للأخير ولا تنسوا اللايك والاشتراك عشان يوصل عدد عائلة الهوكاغي إلى 50,000 بسرعة. وبدون ما أطول عليكم خلونا نبدأ بحرب النينجا الأولى. زي ما بنعرف الحرب دي كانت طويلة كتير، وكانت بتجمع أقوى الشخصيات زي دانزو وهيروزين وأونوكي ومو ومادارا وهاشيراما والمزيد. بالنسبة لأقوى شخصية فهو هاشيراما الهوكاغي الأول، حيث أنه تفوق كتير على كل الشخصيات، وكانت قوته خارقة بفضل عنصر الخشب وطور الناسك، حيث أنه كان بيجلد وحوش البيجو اللي بتدمر قرى وترعبهم، لكن هاشيراما كان بيواجههم وكأنهم ولا شيء، حتى أن طريقة موته كانت غامضة في الأنمي، لكنه مات بسبب تقنية التجدد والعلاج، حيث أنها كانت بتنقص من عمره، لأن حرفيا ما في أي شخص يقدر يهزم هاشيراما هذاك الوقت. بالنسبة للمركز الثاني ففي شخصيات قوية كمان تستحق الذكر، ولكن اللي حصل على المركز الثاني عندنا أوتشيها مادارا، الأقوى في الأوتشيها هذيك الوقت ومؤسس كونوها زي هاشيراما. مادارا كان شخصية قوية كشير ومرعبة، حيث أنه كان بيشوف أن كونوها هي أقوى قرية ولازم كل القرى يطيعوها، حتى أنه كان بيرفض التفاوض مع القرى الأخرى، زي لما قاتل أونوكي ومو من قرية الصخر ورفض أنه يتفاوض معهم. خليني أقول لك أنه ما في شخصية كان ممكن تهزم مادارا هذاك الوقت غير هاشيراما، لأنه كان بيمتلك المانجيكيو شارينغان الأبدية وكمان السوسانو المثالية والكيو. ونمر لحرب النينجا الثانية، واللي هي كمان كانت بتضم أقوى الشخصيات زي هانزو والسامنين الأسطوريين وهيروزين وساكومو وأونوكي. بالنسبة لأقوى شخصية فهو هيروزين ساروتوبي. هيروزين صار هوكاغي منذ حرب النينجا الأولى لما مات توبيراما حتى حرب النينجا الثالثة، وكان يعرف بالكثير من الألقاب زي البروفيسور وملك الشينوبي زي لقب هاشيراما. الكثير بيعتقد أن هيروزين ضعيف لأن شافوه لما صار عجوز وبس، لكن في شبابه كان لا يقهر، حيث أنه كان بيملك كل العناصر الخمس وبيستعمل كل التقنيات. حرفيا في شبابه كان بيتقارن مع هاشيراما وتوبيراما، لكن صرنا نشوف حاليا البعض بيقارنه مع تسونادي أو بيحطه في آخر الليست لأقوى الهوكاغي. نمر لتاني أقوى شخصية في حرب النينجا الثانية وهو هانزو، وفي أسباب كثير لحصوله على المركز الثاني، منها كونه عنده كيكي جينكاي نادر جدا وهو السم والوحش الخاص به، وكمان هزيمته لجيرايا والسونادي وأوروتشيمارو مجتمعين، حيث أنه هو اللي أطلق عليهم اسم السنانين الأسطوريين. بالمناسبة بما أن هانزو هزم السنانين الأسطوريين مجتمعين، فساكومو هاتاكي كمان يستحق المركز الثاني، أو خلينا نقول زيه زي هانزو، لأنه كان يعتبر أقوى من السنانين الأسطوريين مجتمعين. ونمر لحرب النينجا الثالثة اللي هي كمان كانت بتضم شخصيات قوية كتير زي ساسوري، شيسوي، ناغاتو، ميناتو، هانزو والرايكاكي الثالث. بالنسبة لأقوى شخصية فهو ناميكازي ميناتو، لأسباب كثيرة منها كونه كانت القرى الأخرى تخاف من لقبه وهو وميد كونوها الأصفر، كمان هو واجه 1000 شينوبي من قرية الصخر وهزمهم كلهم، وكمان واجه الرايكاكي الرابع اي وكيلوربي مجتمعين وكان متفوق عليهم. كلنا شفناه قد ايش كان قوي، فتقريبا هو اكثر شخصية شفنا قوتها في حرب النينجا الثالثة، عكس الشخصيات اللي بنسمع عن انجازاتهم وبس. اما في المركز الثاني عندنا الرايكاكي الثالث، حيث انه كان قوي هذاك الوقت، واجه جيش من 10,000 شينوبي وكان بيملك اقوى دفاع بسبب انه ما فيش اي شيء يقدر يأذيه، لدرجة انه لما واجه 10,000 شينوبي ما خدشوه ولا خدش، الخدش الوحيد اللي في جسمه هو اللي سواه لنفسه، حيث أن جرح نفسه بالغلط بأحد تقنياته، وكمان كانت سرعته خارقة. بالنسبة لهل هو كان متفوق على ميناتو أم لا، فبالصراحة صعب الجزم. وفي الأخير عندنا حرب النينجا الرابعة المفضلة عندنا واللي كلنا تابعناها، والحرب دي كانت أكثر حرب جمعت أقوى الشخصيات،
حتى أنها جمعت شخصيات من حروب نينجا عظمى سابقة زي هاشيراما وميناتو والرايكاغي الثالث والكثير من الشخصيات القوية. البعض راح يقول لي لا، كاغويا هي أقوى شخصية في حرب النينجا الرابعة، لكن زي ما بتشوفوا في العنوان أنا قلت أقوى شينوبي من كل حرب نينجا عظمى، وكاغويا تعتبر فضائية ومؤمنة شينوبي لأنه منطقيا كاغويا ما عندها أي دخل بحروب النينجا العظمى. بالنسبة لأقوى شخصية في حرب النينجا الرابعة فهو أوتشيها مادارا. طبعا كلنا بنعرف السبب، فهو صار جينشوريكي العشرة أديول وهزم كل اللي كانوا ضده منهم الهوكاغي السابقين وناروتو وساسكي مجتمعين ومايتو غاي بالبوابة الثامنة. حتى بعد ما حصل ناروتو وساسكي على قوة جديدة ما قدروا يتفوقوا عليه، حتى أنه كان راح يحكم عالم أنيمي ناروتو لولا غدر زيتسو الأسود له وإحياء كاغويا. بصراحة الحرب دي على الأقل تستحق تذكر أفضل 10 شخصيات منها، لأنه بصراحة كان في شخصيات قوية كتير. المهم خلونا نمر لتاني أقوى شخصية في حرب النينجا الرابعة، وهو أوزوماكي ناروتو بطل القصة، متفوقا على ساسكي طبعا لأسباب كثيرة، منها طور المسارات الستة اللي حصل عليه ناروتو واللي يعتبر أقوى من رينينغان ساسكي. وناروتو كمان كان بيمتلك شاكرا 9 وحوش بيجو بداخله، الشيء ده اللي كان مخليه تقريبا شبه جينشوريكي 10 أديول، لأنه كان بيمتلك شاكرا كل وحوش البيجو التسعة، ناهيك على أنه كان بيقاتل وبيمتلك نصف كوراما فقط، لأنه النصف الآخر كان مع ميناتو. فتخيل معي لو أن ناروتو كان بيمتلك كوراما بأكمله حرفيا راح تتغير موازين قوته وراح تزيد كمان. ما ننسى أنه يعتبر بطل حرب النينجا الرابعة وجالب السلام لعالم النينجا. طبعا الشخصيات اللي في المراكز دي مو من رأيي أنا فقط، بالعكس جمعت كل المعلومات على كل شخصية من كل حرب نينجا عشان أعرف قوتهم الحقيقية هذاك الوقت. ودول كانوا هم أقوى شينوبي من كل حرب نينجا عظيمة من الأولى إلى الرابعة. وزي ما قلت لكم من قبل، لو بدك أسوي مقاطع مفصلة لأقوى 10 شخصيات من كل حرب نينجا اكتبوا لي في التعليقات. وبس أتمنى أنكم استمتعتم بالمقطع، بعرف أنه في ناس كثير منكم بتحب مقاطع زي دي. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وطبعا تنشروا المقطع مع أصدقائكم عشان يعطوا رأيهم. وبس أشوفكم في المقطع الجاي. سلام.